الحاز ومهمة فرض سلطة القانون. من يقف خلف عصابات الفيد والفوضى داخل المدينة؟ وكيف تحولت تلك العصابات من مجامع جبايات إلى مهدد حقيقي لكيان الدولة وأجهزتها؟ ماذا بعد محاولات اغتيال مدير أمن تعز؟ أهلا بكم. لم تكد تنتهي مدينة تعز من صراع وإرهاب كتائب أبي العباس التي لا تزال تأثيراتها على أطراف المدينة وفي ريفها، حتى ظهرت عصابة أخرى في وجه الدولة نمت وترعرعت في حين غياب الدولة وانشغالها بالتحرير. غزوان المخلافي وعصابته بات حديث الساعة ومحور الأحداث الأمنية الأخيرة والفوضى في تعز. تطورت صراعات تمثل تهديداً حقيقياً لأجهزة الدولة وقيادات السلطة المحلية. بالأمس نجا مدير أمن تعز العميد منصور الأكحلي من محاولة اغتيال نفذتها عصابة تتبع المطلوب أمنياً غزوان المخلافي، لتندلع اشتباكات بين الأمن وتلك العصابة في جولة سنان وساحة الحرية في منطقة عصيفرة، وتمكنت العصابة من إحراق طقم تابع للأمن. عبث بأمن المدينة المحررة وقلق سكانها وانتهاكات ضد المواطنين واقتحامات واشتباكات ضد الدولة وأجهزتها. ومع كل يوم تكبر فيه تلك الظاهرة فإنها تمثل تحدياً أكبر أمام السلطة المحلية، وتضع سؤالاً مفتوحاً حول عجز الأجهزة الأمنية والعسكرية عن ضبط تلك العصابة، وكيف سمح لها أن تصل إلى هذا المستوى من التهديد للسلم والأمن. لا يترك فراغ غياب أجهزة الدولة ومؤسسات الشرعية للجيوب والعصابات والميليشيا لتملأه فحسب، بل لتتمدد لإزاحة أجهزة الدولة وكل ما يهددها لإشاعة ثقافة الفوضى على حساب دولة القانون. أحداث تعز الأخيرة تحكي شيئاً من هذه المعادلة. كيف تحول مراهق لم يتجاوز 20 من عمره من أحد منتسبي الجيش إلى قائد عصابة فيد وواحد من أكثر الشخصيات تأثيراً على المشهد في تعز وأحد مشعلي الفوضى داخل المدينة؟ غزوان المخلافي أحد أبرز أسباب الاضطرابات والتوتر داخل المدينة المحررة، يقود مجامع مسلحة خارجة عن القانون لأخذ لتاوات من المواطنين ومنافسة الدولة أدوارها، تضخم بعيداً عن طرف الدولة ليخوض ضدها اشتباكات مسلحة. اعتقل أكثر من مرة، لكن الجهات المعنية أطلقت سراحه ليعاود مهمته الفوضوية من جديد بضوء أخضر. مؤخراً نصبت عصابة غزوان كميناً مسلحاً لموكب مدير أمن تعز العميد منصور الأكحلي. محاولة اغتيال أحبطت هذه المرة، إلا أنها ستكون أكثر سوءاً في المرات القادمة إذا لم يتم تدارك الأمر ووضع حد لتلك العصابات المسلحة التي تجاوزت مستوى الجباية إلى استهداف الأجهزة الأمنية والعسكرية وإشاعة الفوضى داخل المدينة. لم تكن محاولة اغتيال مدير أمن تعز هي الأولى، فقبلها بأيام اقتحمت تلك العناصر منزل العميد صادق العامري رئيس فرع جهاز الأمن القومي في المحافظة. خرجت حملة أمنية لملاحقة غزوان وعناصره، ودارت اشتباكات في جولة سنان وساحة الحرية، وأحرقت العناصر دورية تابعة للأمن. الإعلام الأمني التابع لشرطة تعز أكد أن الحملة ستستمر لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون على رأسها غزوان المخلافي. هل تنجح الحملة الأمنية هذه المرة لتملأ فراغ أجهزة الدولة في المناطق المحررة، أم أنها ستتوقف قبل تحقيق أهدافها لتستمر دوامة الصراع الداخلي والفوضى في تعز بعيداً عن معارك تحرير ما تبقى منها من ميليشيا الحوثي؟ إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية وكيل وزارة الثقافة الأستاذ عبد الهادي العزازي، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أختي، وأهلا بك وبضيوفك الكرام. أهلا بك. إذن أستاذ عبد الهادي، الفوضى الأمنية بتعز، أحداث وصراعات بين عصابة الجباية ومحاولات فرض هيبة الدولة، هل يمكن القول بأن هذا العنوان يلخص ما يحدث في تعز؟
فأعتقد أن المشكلة ليست عند عصابات الفوضى أو مجموعة من الأفراد أو من سميناهم بالشخص بعينه. هناك أزمة عميقة داخل تعز بدرجة أساسية تبدأ أولا من عودة السلطة المحلية وتحديدا من الدائرة المالية للمحافظة، وأيضا الدائرة المالية لا تنحصر بشخص القائمين لا بالمحافظ أو وكيل المحافظة، لكنها تتوزع بين المؤسسات الإيرادية داخل المحافظة أولا، ثم منظومة المصالح التي تشكلت إما من عام 2011 وما تلاه إلى اليوم. هنالك حالة من التبدل في البنى الرأسمالية وفي العلاقات، وأيضا هنالك مجاميع من القيادات التي ظلت في مناصبها وبالتالي قامت لديها مجموعة أو شبكة من العلاقات، هذه العلاقات أصبح لها أثرا مالي ومترتبات مالية، وربما العملية تبدأ برمتها منذ بداية المقاومة. هناك مجاميع من المن اشتركوا في المقاومة بمختلف مسمياتهم، يرون أنفسهم أصحاب استحقاق، بل إن البعض مع الأسف الشديد رغم أنه تم ضمه إلى الألوية العسكرية لا يزال يرى نفسه أعلى من قائد الكتيبة التي هو عضوا فيها، وأعلى من قائد الفصيل، وأعلى أيضا من الضباط في نفس اللواء العسكري، وأحيانا أعلى من أركان الحرب ومن قائد اللواء بل ومن قائد المحور. والبعض يرى نفسه برأس مدير عام المديرية أو مدير الأمن، ويرى هؤلاء جميعا دخلاء، ويرى نفسه صاحب استحقاق ويفسر الاستحقاق بطريقة خاطئة. هذه الإشكالية ربما تكون أعمق من أننا نسمي حادث أو حادثين بأنه اختلالا أمني وإرباك. هذه الحوادث طبيعية أن تحدث، المجتمع الذي بلا جريمة مجتمع ميت. نعم، لكن الغير طبيعي أستاذ عبد الهادي كيف يفعل القانون؟ نعم، كيف تفرض هيبته؟ نعم، بطبيعة الحال وجود حوادث أمنية كما تفضلت أمر طبيعي، لكن الغير طبيعي في هذا الوضع أن تستمر هذه الحوادث الأمنية من شخص بذاته يتم القبض عليه والإفراج عنه مباشرة، يعني شخص مطلوب أمنيا عمليا ولكن لم تستطع الدولة فرض سيطرتها عليه. نعم، هذه الحالة ليست في تعز فقط ولكن حتى في المديريات، مثلا في مديرية التربة هنالك شخصا يجري الشكوى منه، وكلما يقبض عليه مع الأسف الشديد قد انساق المجتمع مع مسألة اللامبالاة، ووصلت إلى أن أحدا من أصحاب الشكاوى لا يشتكي به، والبعض يصل إلى إدارة الأمن ليتنازل. هذه الإشكالية تختلف في تعز، مع الأسف الشديد هذه المسألة بدأت تتضخم، وأعتقد أن هنالك تصورا لصراع أكبر من حادث أمني. إذا كان هذا الحادث قد استهدف مدير الأمن فهو أعلى من مسألة صراع على سوق أو صراع على إيراد مالي أو صراع على عمل معين، هنالك صراعا داخل بنية السلطة ببعدها الخشن، البنية العسكرية والأمنية والبنية الاقتصادية. ما نعرفه نحن كمحللين أو غيرنا أنه لا يوجد قتلا من أجل القتل، ولا يوجد قتلا حتى أحيانا لأهداف إيديولوجية، لكن عادة ما ترتكب أحداث القتل والاغتيال وغيره لعائد اقتصادي مالي. خلف كل عملية تصفية أو إزاحة أو قتال هنالك منظومة طويلة من الأهداف الاقتصادية والمصالح الاقتصادية. هذه المسألة تمتد من العصابات سواء بأنواعها المختلفة، وربما اقترها عصابات الكيف التي عادة ما تسوي مشكلاتها بالرصاص والقتل. نعم، إذا بالأمس شهدت المدينة عنف إثر محاولة اغتيال مدير الأمن، كيف تقف على هذه الحادثة أستاذ عبد الهادي؟ هذه الحادثة ليست سوى مقدمة لمجموعة من الحوادث المتراكمة هنا وهناك في المديرية. هناك حالة من التضخيم لبعض الأطراف المقاومة، وهناك حالة اعتاد الناس على نمط من الفوضى، كانوا هم أسياد كل شيء، سقطت الدولة فتسيد هؤلاء. اليوم كيف نفرض الدولة كتوافقات؟ كيف نفرض الدولة لنحمي هؤلاء أولاً؟ لنحمي هؤلاء المقاومين، لنحمي هذه القيادات قبل أن نحمي المواطنين. هذه المسألة لن تتجاوز المواطنين. اليوم التهديد وصل إلى القيادات. هنالك بعض الأطراف التي كانت ترى أنها أحداث عادية وقد يتم تسويتها بأن نعتذر لفلان وأن نتوسط لفلان ونقدم جاهنا بالطريقة التقليدية اليمنية،
في التغاضي عن هذه الأحداث، لكن هذه الأحداث عندما ترتبط بسمعة الدولة وذاتها، عندما ترتبط بهيبة القانون، عندما ترتبط بإيديولوجية الدولة وصورة الدولة لدى الناس، إذن هنا سوف تتحول المدينة إلى فوضى وسوف يدفع ثمنها. أعتقد أن هنالك مصالح اقتصادية كبيرة تدار، وهنالك قصصا كثيرة بالذات في الجانب المالي والإيرادات تدور داخل تعز. كل هذه الأحداث لا يمكن قراءتها إلا بفعل الاختلالات وبفعل الصراع وبفعل الضجيج. لا يعتقد الآخرين أن الضجيج الذي يدار في تعز ضجيجا من أجل الضجيج، هذا كلام غير صحيح. هنالك نوعا من الانقسامات الحادة داخل محافظة تعز مع الأسف الشديد، وهنالك من لا يريدون أن يتحملون مسؤوليتهم، وهنالك من يعجزون على أن يواجهوا الحقائق بمسمياتها الحقيقية. هناك عشرات من الدوائر المالية في تعز التابعة لمصلحة الضرائب أو التابعة لإيرادات مختلفة في عقارة الدولة، في الأوقاف، أيضا في المصالح المحلية وحتى في المستشفيات وبعض المصالح. تم محاصرة الريع والتدفق المالي إلى المدينة، ولم تبقى هنالك أي من المتدفقات سوى ما تجنيه الدولة، لكن هذه المؤسسات التي لا تجني أموالها وتعتمد على نظام الضمان العثماني القديم، فتم تأجير الأسواق وتم تقديم شيوخ ضمان أشبه بتلك العملية القبلية القديمة، أي أن الدولة لا تشرف على جباية مالها بواسطة موظفيها، لذلك قد تشهد مندوب الضرائب وتشهد خلفه جنرالا. هذا الجنرال هو الآمر الناهي، وهذه الضرائب تعود إلى جيب هذا الجنرال أو ذاك بحجة تمويل الجيش، تمويل المقاومة. أعتقد أن على وزارة الدفاع أن تحل مشكلتها، وعلى اللجنة الأمنية في تعز أن تحترم قراراتها والتقاطعات. وأتمنى من الإخوة في القضاء والنيابة أن يتحركوا لوضع حلول. اليوم نحن لن نغرق في تحليل التحليل، ولكننا نحاول جميعا أن نضع حلولا وأن نحمل كل دائرة مسؤوليتها، سواء في اللجنة الأمنية، اللجنة الأمنية التي لن تستكمل قراراتها، لم تشكل اللجان الأمنية الفرعية في المديريات، ولم تستكمل اللجنة الأمنية في المحافظة بوحداتها بأجهزة المعلومات التي تحتاجها هذه اللجنة. هنالك بعض المقاومات والمراهنات حتى في إدارة الأمن، هنالك بعض الوحدات والأفراد الذين يضعون رؤوسهم برأس مدير الأمن على كافة الوحدات التي تتبع مدير أمن تعز، وهو المفوض باعتباره مدير عام أمن المحافظة، تتبعه كل من النجدة، المرور أيضا تتبعه قوات ما سمى المرور وهي شرطة السير، ثم وحدات الأمن المركزي، وأيضا تتبعه بقية الوحدات المعروفة الأمن العام. هذه الوحدات عليها أن تتبع الأخ مدير الأمن إذا أردنا إثبات الأمن، والأمن لا ينتهي عند إدارة الأمن. الأمن وأنت تتحدث عن مدير أمن تعز أستاذ ولا ينتهي في المحكمة، لكن ينتهي بتطبيق أحكام هذه المحاكم. هنا عملية متراتبة من 4 مستويات، الأمن ثم النيابة ثم المحاكم ثم مسألة هيئة التنفيذ أو ما يسمى بقضاة التنفيذ. هذه العملية إذا لم تترتب ولم يسمع عنها المواطنين ولم يواجهوا بشكل رادع، فلا أعتقد أن العملية الأمنية اكتملت، وعلينا جميعا إذن عند هذه النقطة اسمح لنا أستاذ عبد الهادي العسكريين أن يضعوا حدا. نعم اسمح لنا فقط عند هذه النقطة أن ننتقل لمدير أمن تعز العميد منصور الأكحلي عبر الهاتف من تعز. مساء الخير سعادة المدير. مساء النور لك ولجميع المشاهدين. نعم سيادة العميد، بداية الحمد لله على سلامتكم، ونود أن نعرف منك ما الذي حدث في تعز ولماذا لا يزال التوتر الأمني في المدينة؟ الذي حدث أن هناك مطلوبين أمنيا لا يزالوا فارين لوك العدالة، وهناك أوامر تحرير من النيابة كسلطة قضائية، ومن هؤلاء المطلوبين المدعو غزوان المشافي وآخرين. تفاجأنا أمس أثناء سيرنا في موكب مقر محور المحافظة لحضور اجتماع اللجنة الأمنية، وتفاجأنا بإطلاق النار مباشرة على أحد الأطقم التابعين لنا ورسل أحد الأفراد، وتم التعامل مع الموقف في حين نعم. إذن لو تحدثنا عن غزوان المخلافي الذي تم اعتقاله أكثر من مرة، هناك سؤال يطرح من قبل الجميع، كيف يخرج؟ غزوان المخلافي تم اعتقاله آخر مرة
وطبعا تم هربها من السجن. والان طبعا يتم ملاحقته على هروبه من السجن وعلى جرائم اخرى ارتكبها بموجب اوامر من الميرا. نعم، وكيف يعني يتم خروجه وهو على يعني مطلوب امنيا وعليه الكثير من القضايا؟ هرب من السجن، تم القبض عليه بقياده الشرطه العسكريه ومن ثم قياده المحور وهرب من السجن. السبب الرئيسي بسبب هروبه لانه تم تسجينه او تم سجنه في اماكن غير معده للسجن اصلا، وكنا معترضين على هذا الاسلوب لكن هذا الذي حدث. نعم، إذا برأيك ما مدى فعالية الحملات الأمنية في ضبط الأمن بتعز؟ ونحن كل فترة نسمع العديد من الأحداث التي تدل على وجود اختلال واضح. الجريمة ستظل قائمة وموجودة منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها من أيام أبينا آدم وولديه الذي قتل أحدهم الآخر. الجريمة تكاد تكون ملازمة لحياة الناس وبشكل طبيعي، إلا أنها يمكن أن تكون ترتفع نسبتها أو تنخفض بحسب الإجراءات وقيام السلطات الأمنية والقضائية بواجبها في متابعة الجناء وتقديمهم للعدالة، وإلى أن يصل إلى مرحلة توقيع العقوبة اللازمة التي حددها الدستور والشرع لهذه الجريمه. نعم، وهذا ربما ما تفتقده تعز سياده العميد، يعني نعم نعرف ان الجريمه موجوده في كل مكان وفي كل زمان، ولكن نعم. ان تكون هناك جرائم لا نهايه لفاعلها، لا حكم لمن يقوم بها، لا عقوبه لمن يقومون بها، هنا علامه الاستفهام الكبيره. ربما لو كان هناك متابعه لكل جريمه وعقاب كل من قام بها لانخفضت نسبتها بشكل كبير. هذا ما كان سنتحدث عنه، بان طبعا نتيجه للحرب الظالمه التي شنتها الميليشيات الانقلابيه على محافظه تعز وغيرها من المحافظات ادى الى انهيار كثير من المؤسسات الدوله. ومن اهم المؤسسات هذه التي انهارت وانهار معها كثير من القيم الاخلاقيه والمجتمعيه هي المؤسسه الامنيه والمؤسسه القضائيه ايضا. الجريمه عندما تكون هناك المؤسسه القضائيه والامنيه ضعيفه، هنا يتمدد الاجرام وتتمدد الظواهر الاجراميه في حكم انه لا توجد هناك او ان السلطات الامنيه يعني تعاني من الضعف والانهيار او اعاده البناء كما هو في حال محافظه تعز وغيرها من المحافظات المحرره. نعم. إذا يعني برأيك ما هي أسباب هذه الإشكالات المستمرة؟ هل لها علاقة بالمال والإيرادات المهدرة؟ أم أن هناك صراع داخلي فعلا كما تحدث معنا الأستاذ عبد الهادي العزازي في بداية هذه الحلقة؟ المال بالتأكيد هو أحد الدوافع والبواعث التي تدفع المجرم أن يرتكب الجريمة لسبب أو لآخر. لكن المال في النهايه سبب رئيسي او سبب من اهم الاسباب. الايرادات المهدره فعلا هناك ايرادات مهدره، والسبب الرئيسي يعود للسلطه المحليه التي يجب ان تنظم الايرادات. ونحن كأمن او كشرطه او كسلطات ضبط سنكون يد لهذه السلطات. القانون السلطه المحليه الذي ينظم الايرادات وينظم الاسواق وينظم المتحصلين وينظم الادارات والاقسام التي تقوم وتشرف على هذه الايرادات يجب ان يفعل هذا القانون، ويجب ان تقوم بدورها السلطه المحليه. ونحن اداه الضبط لا شك اننا سنكون بجانبهم، لانه فعلا من اهم الاسباب تفشي ظاهره المتهبشين في الاسواق واخذ الايجارات بغير حق. ونحن يعني مشينا مسافه لا باس فيها في هذا المجال او في هذا المضمار، استطعنا ان نحد الكثير من ظواهر التهبش في الاسواق والمبتسعين، المصطلح الذي كان يسري الى وقت قريب، ونجحنا الى حد ما.
لكن يبقى على السلطة المحلية أن تقوم بدورها الفعال في تفعيل قانون السلطة المحلية الذي يمضي هذه الإرادة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك العميد منصور لك حليم مدير عام شرطة تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، قال الرئيس هادي إننا نستنظر إلينا من خلال إدارة المناطق، كيف يمكن النظر للدولة من خلال الخدمات وضبط الأمن وإدارة المدينة المحررة على مستوى الأمن والسلطات المحلية والجيش في تعز؟ أعتقد أن تعز ربما تكون مقارنة مع مناطق أخرى أفضل وأسوأ في آن واحد، فهي ربما ليست أفضل من مارب، لكنها أيضا ربما تتشابه مع الوضع في لاحق أو الوضع أيضا في محافظة عدن، وربما في بعض الأجزاء من محافظة عدن ليست جيدة. مشكلتنا في إدارة المناطق المحررة أن بعض السلطات المحلية لا تفهم الفارقة ما بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، أعطت نفسها حق تفويضا بدلا من السلطة المركزية، فهي أيضا أجهزة أمنية لا تحترم السلطات القضائية ولا النيابات ولا تلتزم بتوجيهاتها، وهذه كارثة. وهي في بعض الأجزاء في تعز هنالك إشكال، حتى أكون صريحا وأنا لم أعتد أن أكون رجلا ربما يدلس في بعض القضايا، أعتقد أن مشكلة من مشكلاتنا الأساسية في تعز المقاومة والجيش. المقاومة والجيش أحد أهم الإشكالات الأمنية. الإشكالات الأمنية تبدأ من حاملي البنادق. حاملي البنادق مع الأسف الشديد اعتقدوا أن العالم انتهى عند فوهات البندقية. هذا الذي يعتقد أن فوهة بندقيته قادرة على إعادة صناعة التاريخ وصناعة كل الأحداث وإكراه المجتمع، لو كانت المسألة بهذه البساطة لهانت للحوثي هذه المسألة، ولظلينا جميعا كل المناطق التي كانت تحت سيطرته تحت هيمنة الحوثي، فهو أكثر رجل لا يأبه للضحايا الذين يسقطون. الضحايا الذين يسقطون هم أفرادا من عائلات من أسر ومن عائلات ومن قبائل ومن ترتيبات اجتماعية وسياسية، ولن ربما اليوم قد يصمت اليوم وبشكل منطقي بعدد الساعات قد يصمت البعض، لكن غدا وبعد غد هؤلاء لن يصمتون. هنالك ضحايا يسقطون مع كل نزاع، مع كل صراع من هذه الصراعات، مع كل فتحة شهية لبعض القيادات الإدارية والعسكرية التي دخلت أو تسللت على حين غفلة وأغراها أن شاهدت أموالاً مرمية، سواء تتبع السلطات أو تتبع بعض الأفراد والمواطنين الذين كانوا ربما أقوياء في فترة النظام السابق وضعف البعض منهم الآن، وحاول الجميع أن يتوسع، والبعض حاول أن ينشئ إمبراطوريات مالية لأنفسهم. معروف أن الحروب تصنع إمبراطوريات مالية وتصنع كما نعرفه دائماً بارونات. هذه البارونات أحيانا ما تزيد شهيتها أكثر من اللازم وأكثر من المنطقي، لكن عليها أن تعي أنها سوف تختنق وتدفع حياتها ثمنا. لذلك يجب أن يكون هنالك توازن. كان هنالك اختلال، كان هنالك نوعا من الضعف والمبررات، كان الجميع يسكت على الجميع ربما لقبول هذا أو ذاك. نحن نقول نحن هذه المدينة لا زال الحوثيون مسيطرون على شمالها وشرقها وغربها، هذه المدينة يحيط بها الحوثي كحذوة الفرس من الشرق والشمال والغرب. على الجميع أن يعي هذه المسألة وأننا لا زلنا خلف هذا الصراع. على القوى السياسية أولا وعلى المثقفين، على القوى الإدارية أن يعوا مسؤولياتهم، على الأخ المحافظ الذي نعتبره خبيرا إداريا أن يضبط مسببات هذا الانفلات، لا أن نضبط نتائج الانفلات. لو ظلينا جميعا نتابع نتائج الانفلات، اليوم قد يكون غزوان وغدا سوف يكون سعيد وبعده سوف يكون غالب وبعده سوف يكون أحمد، لأننا تركنا أسباب المشكلة قائمة. أسباب المشكلة قائمة في التموجات القهوية. بعض الأطراف سواء الآتون من شمال المدينة أو من غربها أو من جنوبها، هؤلاء أطرافا آتين من تكوينات اجتماعية قبلية، البعض يرى أن له استحقاق وأنه يجب أن يستحوذ وأنهم الحاكمون، البعض يقول نحن قدمنا شهداء، وهذه المسائل انتهت بمجرد تشكيل الجيش. المطلوب من الجيش استكمال بنيته، المطلوب من الجيش تغيير أشكال أعضائه. أشكر الشرطة العسكرية التي يتمتع أعضائها جميعا بالزي العسكري ابتداء من المريه من البريه
العسكري، أي غطاء الرأس وحتى الحذاء الذي يرتديه، وهذه ما يميز الشرطة العسكرية، وبالتالي قائدها يشكر. بقية الوحدات عليها أن تبدأ بتغيير الشكل. هنالك أناسا عندما تشاهدهم شعره ينتهي إلى نصف جسده، هذا ويقول أنه مرتب على الجيش. الجيش معروف أنه ذلك الشخص الذي يتم قصة رأسه صفرا، لأن قصة الرأس وارتداء الزي العسكري تفرض أنه بدأ بالخضوع لقانون الوحدة العسكرية. عندما لا يفرض هذا فهؤلاء لا زالوا ميليشيا. إذا هنا علينا نعم أن نتجاوز يعني هذه برأيك المسألة، ما هو السبب وأن الذي على الجميع أن يقدم بعض التنازلات، لم نقل كل التنازلات. نعم. اليوم لكن ما هي الأسباب أستاذ عبد الهادي؟ وأنا ربما أفتحها وبالفم المليان. نعم، ما هي هذه الإشكالات؟ أن بعض الإخوة في الوحدات العسكرية بدأوا يغادرون المحافظة إلى مارب والجوف وبعض محافظات وبعض الجبهات الساخنة في شمال البلد جنوب المملكة العربية السعودية، لتعرضهم لخصميات لعدم وجود قوانين ضابطة داخل المعسكرات يتحملها قادة الكتائب والفصائل والسرايا وقادة الألوية من أنفسهم، لأن هنالك خصميات جائرة على الأفراد، هنالك نوعا من عدم العدالة. كل هذا ينعكس على شكل مشكلة المدينة. دعونا نتكلم بصراحة، يتم تغطية قسم كبير من احتياجات الجيش عبر افتراس البعض، وهذه حالة مرعبة لا تمارسها إلا الضباع. الضباع في حالة الجوع يأكلون أضعاف ضبع فيهم. هذه المسألة تتحملها القيادة العليا للقوات المسلحة وقيادة المحور، كما أيضا إدارة الأمن يتحملها الأخ وزير الداخلية. لا زالت هذه المدينة خارج سيطرة الأمن المركزي، ووحداتها لا زالت وحدات خفيفة، وأيضا تعاني من ضعف بالضباط. لا زلنا نعاني من مشكلات داخل بنية الجيش وداخل بنية المجتمع. بعض القادة العسكريين الذين أغرتهم بعض الانتصارات فأصبح يرى نفسه إمبراطور وليس رجلا عسكريا محكوما بالقانون. على هؤلاء جميعا أن يعوا أن الجيش له قوانين ضابطة، هنالك سيطرة، هنالك قسم من الانضباط. عسكري الدولة هو المقدمة الأولى لهذه الدولة، وهو من يصنع الصورة الذهنية عنها. مع الأسف الشديد بعض الضباط أصبحوا ربما شركاء، في بعض الحالات شركاء مع بعض من يقومون بهذه الأعمال. بعض الضباط يخاف على حياته في ظل هذه الحالة من عدم الحماية والفوضوية، وعندما يمسك متهم بحادث أمني يتم إطلاقه. يتحرك هؤلاء في كل مكان، يتحرك شخصا عادي خلفه طقمين، من أنت حتى يسمح لك بأن يرافقك 24 شخص يحملون سلاحا متوسط؟ من هذا الشخص بالذات؟ من يسأله في النقاط؟ إلى أين تتحرك؟ نعم، وسؤال أيضا أستاذ عبد الهادي، من يقف خلفه أيضا؟ يعني ربما كنا نتحدث عن أبي العباس وكتائبه بأنها مدعومة من جهات معينة، هي من تمنحه القوة والسلاح، ولكن شخص يعني يكتب أمام اسمه عندما تم إيقافه من اللواء 35 وإيقاف راتبه بأنه جندي، يعني من هو حتى أو كيف يأتي إليه هذا الدعم حتى يقف خلفه هؤلاء المدججون بالأسلحة؟ عندما الذين يقفون خلفه هم أولئك الذين يحمون مصالحهم بإدارة معارك خارج السياق. مثلا لو أتينا تقييم هذه الحادثة في تعز، هذه الحادثة كانت مع حكم محكمة الميليشيات على 36 مواطنا يمنيا، 30 منهم بالإعدام. كان الهدف إنتاج مشكلة، هذه المدينة هي رأس الحربة في تأجيج القضايا المركزية للشرعية، والشرعية هي أكثر من يهملها مع الأسف الشديد. وأنا أقولها على الإخوة في قيادة الشرعية أن يعوا أن هذه المدينة قدمت الكثير من التضحيات، لكن ليس إلى ما لا نهاية. على الجميع أن يعي مسؤولياتهم، على الإخوة المتواجدين في كل من الرياض والمملكة وغيرها من قيادة الشرعية أن يتحملوا مسؤولياتهم، أو هنالك آلافا من البدائل أمام المجتمع. ربما قد تكون هذه اللا مسؤولية أن تترك شعبك يصاب بحالة من الإحباط، من الهزيمة، من نوعا من التطويع أكثر من التطبيع لوضع قادم. هذا ما لا يمكن أن يقبل
تقبله. أنا من هنا أناشد الأخ وزير الداخلية تحمل مسؤوليته، كما أناشد الأخ محافظ المحافظة المتواجد خارج المحافظة أن يتحمل مسؤولياته. أدعي طابور الوكلاء الطويل العريض في تعز إلى أن يتحمل مسؤوليته. على الجميع أن لا يحول من الأخ مدير الأمن إلى حائط صد لضربات كل الأطراف التي تتصارع مع أطراف أخرى عبر الأخ مدير الأمن وتفرض مصالحها وتحافظ عليها عبر عسكري الأمن المسكين أو عبر بعض مدراء الأمن الذين يتم الزج بهم ليتلقوا هذه الضربات وعندما يسقطون غير مأسوف عليهم. عندما يتم الاعتداء على عسكري من عساكر الدولة اعتداء على الدولة. الغريبة أن من يقومون بهذه الأعمال طوال الفترة الماضية بالنادرة ما كنا نجد مواطن هذا المقاوم ألف والمقاوم باء والفندم دال والفندم جيم والفندم لام، كل هؤلاء محسوبين على الجيش أو على الأمن، وبالتالي علينا أن نتجرد من هذه المسؤولية وأن لا نحاول أن نكون كما يقول المثل الشعبي زمار ومخفي فمه. علينا أن نحاول، إن كنت غاول للموسيقى فاخرج بفمك أمام الناس وقلها بشكل واضح، لكن التستر خلف قضايا من هذا الشكل ومحاولة صناعة فزاعات، وفزاعات ربما أحيانا تثير نوعا من الاشمئزاز أو الضحك أو نوعا من السخرية، هذا كلام مرفوض. على كل الأطراف أن ترفع بمستوى مسؤوليتها، والكلام موجه لكل تعز. كنت أتمنى من الإخوة في القيادات السياسية أن يحددون للسلطة ببعدها للجنة الأمنية الموجودة العليا الموجودة في تعز التي أصدرت قرارات. على ذكرك القيادة السياسية أستاذ عبد الهادي، لا تصدر أي قرارات ولا تعقد اجتماعات قبل أن تنفذ القرارات السابقة. إذن اسمح لنا أستاذ عبد الهادي على ذكرك للقيادة السياسية أن ينضم معنا عبد الحكيم شرف مستشار محافظ محافظة تعز عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الحكيم. يا مساء النور، أهلا بك أستاذ عبد الحكيم. برأيك لماذا فشل تعز في القضاء على المجاميع المسلحة وتوحيد القوة داخل تعز لمواجهة الحوثيين؟ مساء الخير لك والضيوف الكرام والمشاهدين قناة بالقيس. الكل يعرف طبعا انه نتيجه الحرب الدائره على مستوى البلد بشكل عام وعلى مستوى تعز بشكل خاص ان المؤسسات الامنيه والعسكريه والمدنيه ايضا انهارت بشكل عام. هذا الانهيار طبعا ادى الى انتشار كثير من الفوضى واصبحت ايضا سائده لفتره معينه او في بدايه الحرب فتره طويله طبعا في بدايه الحرب. هذا الانفلات أصبح أيضا له دور كبير في مسألة انقراره إلى هذه الفترة. اليوم هو تكون طبعا الأمن في تعز والجيش أيضا متكون في تعز، لكن مع ذلك في هنالك أناس بقوا خارجين على النظام والقانون. هؤلاء الناس هم الذين يقومون بافتعال هذه الإشكاليات ما بين لحظة وأخرى. طبعا كما ذكر أيضا أستاذنا القدير حول مسألة الفوضى الذي حاصل في إطار المقاومة، هذه طبعا هي نتيجة من نتائج هذه المقاومة أو الناس المنفلتين الذين أيضا يريدوا مقابل نضالهم أو مقابل مقاومتهم يريدوا أن يستولوا على 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 مرافق أو يستولوا أيضا على مال على أساس أنه إيش يكون مقابل لنضاله أو مقابل لمقاومته. نعم، السؤال الذي ربما طرحه الأستاذ عبد الهادي ونطرحه نحن أيضا، وأين دور الأحزاب السياسية من هذا الذي يحصل في تعز؟ طبعا اليوم الأحزاب السياسية دعت إلى اجتماع استثنائي، وقفت من خلال الاجتماع الاستثنائي أمام ظاهرة انتشار الفوضى، أمام ظاهرة الانفلات الأمني، أمام ظاهرة بروز جماعات خارجة على القانون وتقوم باعتداءات متكررة. طبعا صدر بيان، والبيان تقريبا قبل ساعات صدر عن تحالف الأحزاب السياسية يدين ما تقوم به هذه العصابات الإجرامية، ما تقوم به هذه العصابات الخارجة على القانون، وفي نفس الوقت أيضا تقف إلى جانب الأمن وتشد أيضا أزر الأمن، وفي نفس الوقت يعني تؤكد على ان القوات الامنيه لابد ان لا تتخلى على مسؤوليتها الوطنيه في حفظ الامن واستتباره بالمحافظه، وان تضرب بيد من حديد على كل من يحاول ان يقلق السكينه ويقلق الامن داخل هذه المحافظه. طبعا
هذا دور دور الاحزاب السياسيه نظافه في التوعيه المجتمعيه، لان الاحزاب السياسيه هي جزء من هذا المجتمع ايضا، وفي نفس الوقت ايضا قد تتعرض هذه الاحزاب السياسيه او عناصر الاحزاب السياسيه في اي وقت من الاوقات الى مساله الاستنزاف والى مساله الاغتيال. نعم، إذن ماذا عن دور المجتمع المدني والمعروف أنه قوي في تعز؟ هناك صوت مدني فاعل وقوي، يعني قوة مدنية قد تخرج أو تستطيع أن تخرج للشارع وتحتج، هل أصبح كل ذلك خارج الفاعلية وخارج اللعبة في تعز؟ الكل يعلم طبعا، الكل يعلم أن الوضع السياسي في هذه الفترة وفي هذه المرحلة فترة الحرب يعني كان دوره دور ضعيف، لكن اليوم طبعا أعتقد بعودة المؤسسات السياسية، بعودة المؤسسات الأمنية، بعودة المؤسسات العسكرية، المؤسسات المدنية، أصبح لزاما على الأحزاب السياسية أن تلعب دور كبير في هذا الجانب، أن يكون لها أيضا صوت مسموع في الشارع، أن تنزل على مستوى الشارع، أن تقول للناس بأنه نحن نرفض العنف، أن تقول للناس بأنه نحن نرفض القتلة، أن تقول للناس أنه نحن نريد دولة مدنية ديمقراطية. بالتالي تعز دائما هي تكون السباقة في مسألة المدنية، في مسألة الانتصار للثقافة، الانتصار لمدنية تعز. نعم. نعم، إذن لما لا يتم أيضا الضغط على كل المجاميع المسلحة داخل تعز للخروج إلى خطوط التماس ومواجهة الحوثيين عوضا عن الاقتتال داخل المدينة؟ كل من يحمل بندقية داخل مدينة تعز سواء كان عسكريا أو مقاوما عليه أن يخرج من داخل المدينة إلى الجبهة التي هو معين فيها. وعلى القوى الأمنية والقوى العسكرية أن تراقب كل من يحمل سلاح داخل هذه المدينة وتطرده بالأخير بعودته إلى فين؟ إلى موقع إلى مكانه أو موقع جرهته، على أساس أنه هذا المكان هو مكانه يعني في الأخير. لكن داخل المدينة الناس تريد أمن، تريد استقرار، تريد أيضا تحرك الناس بهدوء، تحرك الناس بدون ما يكون هنالك مؤثرات خارجية عليهم. هذه المؤثرات أحيانا قد تكون أمنية، قد تكون عسكرية، بالتالي يعني يصابوا هؤلاء الناس نتيجة ما يحصل من اشتباكات ونتيجة ما يحصل من إشكاليات داخل هذه المحافظة أو داخل المدينة. وفي الأخير نحن لو شفنا أن الضحايا هم من أبناء من الناس البسطاء، من المساكين، من المواطنين، لكن الجماعات التي تقوم بالقتال أو بالاعتداءات هذه احيانا مدفوعه لنا، وتكون الضحيه هم الناس البسطاء والناس الابرياء اللي ماشيين في الشوارع سواء كان اطفال او شيوخ او نساء. نعم، اذا شكرا جزيلا لك عبد الحكيم شرف، مستشار محافظ محافظه تعز، عضو اللجنه المركزيه للحزب الاشتراكي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عوده اليك استاذ عبد الهادي. استاذ عبد الهادي، يعني هناك ايضا تساؤل، اين موقع المحافظ والسلطه المحليه مما يحدث؟ موقع المحافظ مع الأسف الشديد والسلطة المحلية من ما يحدث، الجميع منقسما داخل نفس الدائرة. قلت لك أن هنالك دورين، هنالك دولة خشنة ودولة ناعمة. الدولة الخشنة يمثلها الأمن والجيش، هذه أدوات الدولة الخشنة. الدولة الناعمة وهي من يمثلها مؤسسات الدولة بدءا من الإعلام وبقية القوى والصحة والتربية والتعليم وبقية هذه المؤسسات. هنالك نوعا من عدم تقبل البعض البعض الآخر، هنالك نوعا من التشكيك، هنالك نوعا من المبالاة. أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة تنظيم موارد المحافظة، اعتبار الموارد المالية للمحافظة حقا مقدسا يمنع المساس به، بل خطا احمر وجريمه يعاقب عليها القانون. لو قرينا استثناء هذا العمل سوف تتقلص هذه الدائره والشهيه والمصلحات والصراع الدائر في الحاره الخلفيه.
هذا بالمرحلة الأولى. بالمرحلة الثانية يجب إيقاف أي من البسط والبناء على أراضي الدولة، أملاك الدولة، الأوقاف أو أملاك الأشخاص غير الموجودين. يجب إعادة كافة المؤسسات التجارية المغلقة داخل المدينة التي تسبب فيها بعض من رموز المقاومة في إغلاقها، أو تسبب الخوف، أو تسببت هذه الاضطرابات في عدم عودة هؤلاء، لأن عودة هؤلاء وإعادة تطبيع العمل التجاري يؤدي إلى تقوي الدولة وضعف هذه الأطراف. الثالث، علينا إلغاء كافة الحسابات المالية للمؤسسات الموجودة في تعز، سواء كانت تعليمية أو صحية أو غيرها من المؤسسات، أو إرادية لها حسابات خاصة في البنوك الخاصة، يجب إغلاقها التزاما بقرار مجلس الوزراء بأن لا تفتح إلا في البنك المركزي، ويمنع ويتم حل مشكلة متعهدي الأسواق ومتصارعي الأسواق، ويتم ترحيل هؤلاء. عشرات من المتحصنين في الأسواق تجده محمل قناص ومحمل دستة من القنابل على مقدمة بطنه وعلى ظهره، هذا يتحول إلى أبشع من صاروخ سكوت في حالة إذا استهدف بطلقة ما من طائش، قد يفجر السوق بأهله. لما كل هذا العمل؟ لما يتم طرح البارود حيثما ينام الناس؟ هذه المسألة، لما يتم التجول بالسلاح من قبل شخص يشبه كما يقال في المخيلة الشعبية جني المحطاب، شعره متدلل، لا مؤخرة رأسه ولا تعرف وجهه من قدميه، كتلة من اللحم المتحركة، مدقق بالسلاح، من هذا؟ هذا شكل متوحش خارج من ربما من ما قبل التاريخ، وليس هذا فرد عسكري يتبع قوة نظامية في الألفية الثالثة. إلى متى نظل نترك الأشياء الصغيرة؟ أين دور التوجيه؟ أين دور التوجيه المعنوي؟ دور الأوقاف، المساجد، دور المجتمع، الأحزاب السياسية التي لا زالت كلا إلى الأمس أو إلى ما قبل أمس يدير معارك وينفخون المجتمع بحجما من الكراهية المرعبة. أصبحت عندما تدخل على بعض مواقع التواصل ترعب من حجم الكراهية وحجم الضغط الذي لا مبرر له سوى حفنة من المبالغ المالية البسيطة تعكسها قيادات تخلت عن كل شيء وهربت إلى الخارج، تخلت عن كل ما هو عائد إليها، على القيادات التي تدير قسما من المشهد من مقاهي القاهرة أو من استراحة الرياض، العودة إلى هذا البلد ربما تساهم تلك الجحافل التي كانت تسمى مرافقين لهؤلاء وهم في العاصمة، سواء كانوا قادة سياسيين أو أعضاء برلمان أو غيرهم، في نوع من الاستقرار في هذه الحالة. لماذا لا نتمتع بقدر من الشجاعة ونقول للمخطى يا أخي أنت أخطأت؟ لماذا يتكتل أبناء كل منطقة في اتجاه معين ويبدأون إما بإثارة حالة الكراهية إيديولوجيا، ولا علاقة لهم بالإيديولوجيا، ولا أحد من قيادة هؤلاء يقول لهم توقف، هذا عملا سيء. لماذا نحاول التكلس عندما نصبح مخطئين داخل البنية القبلية التي تجاوزتها تعز أساسا؟ لماذا نتجه للتكلس داخل الجغرافيا؟ والمسألة بسيطة جدا، على الدائرة المالية في داخل إيرادات المحافظة أن تحسم أمرها وتتلقى أموالها بشكل مباشر. أنا من هنا أقول يجب أن يمنح الأخ وزير الداخلية، الأخ مدير الأمن، كامل الصلاحية بتغيير الأشخاص الذين لا ينسجمون مع خطة عمله وأدائه. يجب أن لا ينتهي ضبط الأمن عند مدير الأمن، بل يجب أن تأتي النيابة، وتأتي أولا النيابة العسكرية وتتعامل بالقانون العسكري مع العسكريين. وطالب الأخ القائد الأعلى القوات المسلحة ونائب وزير الدفاع بتعيين قاضي أمور مستعجلة في النيابة العسكرية، في القضاء العسكري داخل محافظة تعز، وقاضي أمور مستعجلة أيضا، ويفضل أن يكون عسكري، للمحكمة المدنية داخل تعز، حتى يتمكن من إنفاذ قوانين وتكفل أقوى وحدة عسكرية بتنفيذ هذه الأحكام إذا أردنا أن نثبت للناس من نحن. ما أعرفه أيام دخول طالبان إلى كابول يومها معروف الأفغان ومعروف عنف هذه الجماعة، لكن طالبان من أجل أن تحمي الناس أمرت بتطبيق أحكام الشريعة وقطعت يدان لاثنين من اللصوص وعلقتها في المدينة،
فلم يتجرأ أحدا على أن يسرق شيئا داخل المدينة أو لكانت كابول نهبت. هنا كابول برغم كل ما يقال عنها لكنها ضبطت المسألة وضبطتها بحزم. أول عملية هي تاريخ الميلاد، الأشياء تحكم بتاريخ ميلادها ووجودها. مع الأسف الشديد اللجنة الأمنية أول من ينكح القرارات الأمنية الصادرة عنها أحد أعضاء اللجنة الأمنية أو أحد مكونات الدولة الخشنة. قرارات اللجنة يجب أن تنفذ، يجب أن يتم أخذ المتعهدين من الأسواق. نعم، يجب إيقاف السيطرة على ما أملاك الدولة أو غيرها، يجب محاسبة وإخضاع كل المؤسسات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. بعض المؤسسات في تعز منعت الإخوة الذين عينوا مدراء للحسابات من دخولها. هنالك أكثر من مؤسسة. لماذا الصمت؟ إذن أستاذ عبد الهادي، لماذا لم أود صراعات المشيخات هي صراعات على أسواق القات هكذا بوضوح وعلى البلاطة أيضا. نعم أستاذ عبد الهادي، لم أود أن أقاطعك، يعني قلت زبدة الحديث في نهاية هذه الحلقة وأنت تتحدث بحرقة واضحة على ما يحدث في تعز، لك للأسف الشديد الوقت هو من قاطعنا. شكرا جزيلا لك عبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء من جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.